معاه تليفون الكابتن عبد اللطيف الدوماني نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر. كابتن عبد اللطيف مشرفنا ومنورنا. كابتن احمد، ازي حضرتك حبيبي؟ ازي حضرتك؟ طيب طبعا، والساده المشاهدين طيبين. وحضرتك طيب، وكل سنه وكلنا طيب. بخير. في البدايه كده عايز اخد راي حضرتك في المباراه، شفت المباراه ازاي النهارده امام البوليس الكيني، وتقيم لي الدور كله، مباراه الذهاب ومباراه العوده في دور ال 32، كسبت هناك 1-0، كسبت هنا 2-1، شايف القصه ازاي النهارده؟ مبدئيا مبروك طبعا لنادي الزمالك وجمهوره طبعا مجلس ادارته، تخطى دور ال 32 طبعا، وان كان ده الطبيعي، ولكن في الاول في الاخر عدينا اجتزنا دور، فده حاجه برضو تحسب للمنظومه كامله يعني، بصرف النظر عن الاداء، بصرف النظر عن المنافس، ولكن في الاول وفي الاخر انت بتعدي دور، ودور مهم جدا بالنسبه لنا، كنا بنعاني منه الفترات اللي فاتت يعني. صحيح. انا يعني المباراه طبعا الشوط الاول صوت سلبي كل شيء يعني، صوت سلبي في استحواذ، في ضغط، في شخصيه نادي كبير زي نادي الزمالك. مباراه زي دي احنا كسبان هناك 1-0، فبالتالي المعلومات من المفروض تكون اعلى عندنا، المفروض نخلص المباراه من بدري، ولكن يمكن طلعت حضرتك في الاخر كده ان يمكن المنافس وقوه المنافس او ضعف المنافس بيخلي نادي الزمالك ما يبقاش بكل قوته، وان كان ده طبعا ناقوس خطر، بحيث ان انا ماليش علاقه بالمنافس، انا ليا علاقه بشخصيه نادي الزمالك، بامكانيات لعيبه نادي الزمالك، ان بشخصيه البطل، واخد بال حضرتك؟ تمام. لكن في الاول في الاخر احنا اجتزنا مهمه وعدينا دور، وده المفترض بعديه نشوف هنعمل ايه يعني. اكيد انا وجهه نظري المباراه النهارده طبعا الجمهور قلقان على اداء نادي الزمالك وعلى طريقه اللعب النهارده، لا والجمهور فارق كمان يا كابتن عبد اللطيف، ما كانش في جمهور في مباراه النهارده، جمهور نادي الزمالك بيفرق في اي مباراه، فالنهارده أكيد. الروح في الملعب كانت ناقصه جمهور نادي الزمالك يحركها. اكيد طبعا، لك ولكن جمهور نادي الزمالك حضرتك عارف ان هو ذواق طبعا يعني، يهمه طبعا الاداء والناحيه الجماليه، ولكن الحمد لله طالما اجتزنا دور فبالتالي نبص على اللي بعده يعني. انا شايف النهارده يمكن الناس هتقارن بالمباراه بتاع النهارده بمباراه السوبر. طبعا الوضع كابتن احمد مختلف تماما 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 طبعا، من حيث الاعداد للمباراه، من حيث الدوافع، من حيث رغبات اللعيبه، من حيث ان دي بطوله، من حيث المنافس، من اشياء كثيره جدا، هتلاقي الامور مختلفه تماما تماما، هتلاقي ايجابيات كبيره جدا في المباراه، هتلاقي لعيبه شرسه، هتلاقي الاداء مختلف، هتلاقي في التزام، في انضباط، هتلاقي في استحواذ، هتلاقي في فرص، هتلاقي في الناحيه الدفاعيه مش النهارده كان في ازمه كبيره جدا في الاستحواذ، ازمه كبيره جدا في ما بنروحش الجون كتير الشوط الاول، شوط للنسيان، لكن اعتقد المباراه الجايه لعيبه نادي الزمالك بخبراتها بكفاءتها كلها عندهم الدوافع ان هم ان شاء الله يحققوا البطوله لجمهور نادي الزمالك، وانا شايف بطمن الجمهور كتير جدا كن في مباراه بالشكل ده، وبعدها بيومين ثلاثه المسافه ما تبقاش بعيده، بتلاقي امور مختلفه وفريق تاني خالص بدوافع تاني خالص، فده ان شاء الله بنأمله وبنتمناه ان شاء الله. شايف ان نتيجه المباراه الاولى 1-0 بره ارضك خلت الاداء عامل كده في المباراه دي؟ هو المفروض العكس يعني، انا كسبان 1-0 فبالتالي المعلومات معايا، المفروض ان انا النهارده الاعصاب اهدى، ما فيش ضغوط عليا ان انا كسبان 1-0، فالمفروض بامكانيات اللعيبه دي كلها بخبراتها المفروض يكون الاداء افضل والروح القتاليه افضل والنتيجه تكون افضل من كده. النتائج تبقى انا كابتن احمد الايجابيه بتدي حافز جيد، واخد بال حضرتك؟ اكيد. غير المباريات لما كنا خاسرين مثلا الموسم اللي فات 2-0 كان في ضغوط علينا طول المباراه وقدرنا نكتسب فيها في اخر دقائق، لكن النهارده انا كسبان 1-0 اعتقد يعني في اريحيه، ما فيش ضغوط علينا، ما ولكن هو انت عارف بقى يعني يمكن تفكير برضه في مباراه السوبر يمكن مأثر بعض الشيء برضه، والتركيز فيه خلاهم برضه الاداء ما يكونش على ما يرام، وان كان برضه يعني اتفق مع حضرتك ان النتيجه برضه كانت مديانا اريحيه ومديانا يعني ايجابيات ان احنا يعني الامور في المتناول، وان كان ده طبعا خلاص المباراه واتنست، المباراه الجايه ما فيش فيها هزار زي ما حضرتك اشرت فيه، لازم مباراه فيها قتال، لازم لعيبه تبقى عارفه ان هي بتدافع عن جمهور كبير جدا، عن كيان كبير جدا. انا واثق ان اللعيبه الكبار تحديدا يعني هيتلموا وهيلموا اللعيبه الفتره الجايه دي كلها، عندنا وقت، عندنا متسع، عندنا اسبوع، اعتقد الخبرات اللي عند اللعيبه الكبار هتخليهم طبعا ينقلوا كل ده للعيبه اللي موجوده، بالاضافه الى الاضافات الجديده او الصفقات الجديده، اعتقد المباراه ان شاء الله تكون
مباراة مختلفة تماما من حيث الشكل ومن الأداء والنتيجة والروح بإذن الله.